متتبعي جريدة المصدر ميديا، مرحبا بكم مجددا وبالضبط من داخل منزل المثيرين للجدل، الكوبل الشهير للمغرب كامل تعرفوه، ألا وهو الكوبل السعيد والحمق دنيا وإحساس. مرحبا مرحبا بك بنا أخويا، اليوم معكم، مرحبا ومرحبا بكم، ومرحبا بكم أنتم أيضا معنا اليوم على جريدة المصدر ميديا. مرحبا الله يحفظكم، شكرا بزاف وأحلى تحية للمصدر، شكرا لكم مرحبا بزاف. جميل. مرحبا بالجميع. أول سؤال ليكم، فين دابا انتم جالسين؟ حيت أغلبية ديال المتتبعين المصدر ما عارفينش انتم واش كاريين واش ساكنين، عرفونا تمام، أكثر. احنا دابا حاليا في سلا من بعد داك المعاناة اللي كنا دوزنا، بأننا يعني ما كنت مرات وبزاف اللي عرفوا هذا الشيء، واحد السيدة مسكينة هي اللي خلات لنا الدويرة ديالها 6 شهور، دابا باقي لنا شهرين. من بعد هاد الشهرين شنو تتفكروا تديروا؟ هنكري ان شاء الله، الحمد لله من بعد هذه الحمد المدة لله كيف؟ كاملة الحمد لله، يعني خدمت على القناة ديالي دنيا بالله، وناس مساكن كانوا كيتعاونوا معايا لا ماديا ولا معنويا، ولا الله يجازيهم بالخير، والحمد لله وجمعت واحد المبلغ اللي غادي نكري بيه ان شاء الله. إلا جاتكم شي فرصة تمشيو للخارج تمشيو؟ على حسب، إحساس شنو خليها تيبان لك أنت؟ الصراحة بالي اللهم بدلو سميتو صراحة، أنا ضروري تما يكون كلشي الحمد لله غيكون، ولكن ما كاين ما أحسن من بلادنا الصراحة، ولكن زعما بنادم يمشي إذا تما عاوتاني عالم آخر، تما ما كايناش الحظية، ما كايناش كاين شي واحد يبقى حاضر تتقطع لك سروالك، ما كاينش لي فهمتي، ما كاينش اللي غيشوفك، انت عايش حياتك ما بغيتي فهمتي، هذا هو اللي عجبني تما. اما انا زعما كاين زعما يبقى واحد حاضر حاضر تطيح، تبان لي طيح هذا هو يجي يقول لك راه هو صافي مات، بقى عنده ما يدير فهمتي، هادشي علاش. اما الحمد لله بلادنا زوينه، بلادنا زوينه ما كان احسن منا، وتحيه لي فان ديالنا تما. سي محمد، بحال الميكرو عندك في يديك، بغيتك واحد السؤال. هذه شي سيمانه كنت اخرج شوف واحد الفيديو في القناه ديال دنيا بيلا بانكم تتشطحوا ولابسين الشورطات ونتايا تتبارطاجيتو داكشي في لاجين، انت ما تشوفش بان الناس غادي يشوفوا مرتك لابسه الشورت وتتشطح معاك؟ نتوما كما تتقولوا مرتك هذيك هذاك الشيء تيبقى بيناتكم، ولكن نتوما بارطاجيتوه للسوشيال ميديا. عادي، حيت انا اصلا ما في مواقع التواصل زعما، عادي في مواقع التواصل عادي، بس انا اصلا كنلبس العراق عادي، هي يعني دابا انا اصلا ما بادي، يعني دابا انا ملي تنخرج برا راه كنلبس المقز، ما عمر شي واحد ما شافني لبس الطويل، ولكن تغلبس سوق اللي بدوك السراوي اللي كيكونوا لاصقين واخا، ولكن الطول ما كنلبسش الطول يعني عادي، لا البس ديال الفيديو ولا ناسك. كنا اصلا كنا تما كنا اصلا تلتري كنا تنزريو انا وياه على داك الشيء اللي وقع. هذا ما تعتبروش بحال روتين يومي في البيت؟ لا زعما لا حنا كنديرو، زعما ما تنديروش حاجه خايبه، روتين يومي هو اللي كنا مثلا كنخمروا الدار ولا كنسيقوا، ولكن لا هو روتيني اليومي، روتين اليومي راه ماشي تسميه لا روتين اليومي، تدير جوج نقاط وتزيد عليها اليوم، راني اليوم عمرك انت شتي شي روتين اليومي بالجره والشعبي والشرقي ولا دونس، هذاك ماشي روتين اليومي، وانتم هذاك الروتين ديالكم هو هذاك النصاب، هذاك راه تتعدى روتين يومي. اش نقول لك دابا؟ لا بلات، عمرك انت شتي شي روتين اليومي؟ دابا جاوبني، عمرك شتي شي روتين اليومي بالشعبي والحيحه والعلوه ومن تطيب بداك من الحب والغرام والرومانسيه؟ هذا الروتين اليومي ايوا جاوبني، هو دابا سولتك غادي تجاوب، دابا انت لا غادي تجاوبني، عمرك شتي شي فيديوهات غير حنا كنديرو هادشي؟ هذا انا تجيني تا هو روتين ديالك؟ لا ماشي روتين اليومي، من حنا كل نهار كنسيقو كنا كنلفو، لا ماشي السياق هذا هو روتيني اليومي، هذا انا داخل في الروتين، لا ماشي روتيني اليومي، هذيك حياتي انا ورجلي كيفاش عايشين كنبارطاجيو ليا وفينا، باش الناس يعرفوا باللي واخا ما يكونش عندك، واخا يكون ما يكون عندك زيرو ديالها تعيش حياتك. تيقولوا دابا هما دخلوا للروتين اليومي على وديت باش يديروا، دخلوا الفلوس بحال هذوك اللي دابا ولاو
عاد ولاو تيبانو بانهم تيديروا روتين قال حيت تدخل فلوس. شوف اول حاجه حنا في لاسين دوني احساس تنديروا داك السيد ديال التمثيل ابار هذا السي هذا انا صات تنديروا انا ودنيا في دنيا بعيدة تنصطاو به وتنديروا ها هما حنا اصلا تندير انا دوك هنا الله بدينا داك السي بحال السلسلات بحال افلام قصيره انا ودنيا الله بدينا شي حاجه زوينه سي افكار زوينين بدينا نديروهم ما عندك تبقى ناصات بغات ديروا هي عندها في القناه عادي ماشي مشكل. اما انا عندي انا في القناه ديالنا انا وياها تنديروا افلام قصيره دابا حنا نوليو نصوروا بزاف ديال الافلام القصيره وفلوغات وداك الشيء زوين في القناه الاخرى وافلام زوينين فهمتي. ما هذه وهي تبغى دير النشاط وداك الشيء هي بس هي تطلق حيت لا بقات هي مغموقه على راسها ومزيره اسنو غادي تفرقع الغما اصلا راني الحمد لله بعدا الحمد لله ولي ولات بحال كنطلق شويه هكا مت على دي الهم حتى لا تلقى بهذا بلا هما النشاط وضرب كل شيء بالترفيق وصافي وعيش حياتك كما بغيت شي كامل. الناس كيصيفطوا لي دي كادو كتعبير عن حبهم انك تزيد تكمل داكشي اللي كدير عادي ماشي الناس عجبهم الحال وقال لك حنا كنفرحوا بزاف ملي تنشوفوا الشعبي والحيحه كتنشطر معاك اختي دنيا كتنشطنا عجبنا الحال اللي كنا شطوا فرحانه انت وراجلك عايشين الحياه عايشين الرومانسيه واخا نتوما يعني ما عندكمش وما خصكمش الحمد لله. لاحظنا في القنوات ديالكم ان القناه ديالك دنيا بيلا محركه اكثر من القناه ديالو هو يعني. انا نقول لا ماشي حيت محركه راه كل مره مواضيع شوف مره انا طالعه مره احساس عنده القناه طالعه مره انا هابطه فهمتي حنا كنمشيو بحال هكا يعني كل يعني تقريبا انا شكون نقول لك انا في القناه ديالي كيتبعوني البنات بزاف البنات يعني كيحماقوا عليك الطرطه شي في دنيا فرحانه فهمتي عن الناس كيبغيوني يعني انا كانثى فهمتي. اما احساس عنده عاوتاني الرجال عنده عاوتاني الناس كيتعاونوا معاه ولكن عاش انا قناتي الحمد لله بدات كتطلع حيت بداو الناس كيتبعوني انا كيشوفوني كانثى يعني كيبغيو مساكني يتفرجوا فيا يتعاملوا معايا يتعاونوا معايا كيعيطوا لي في التليفون اختي داكشي حنا مرتاحين حيت انت مرتاحه وكتنشط انا معاك وفرحانه وما حنا راه بجوجنا الحمد لله قناه واحده بحال زعما ماشي. علاش دنيا بيلا بالضبط درتيها درتيها في هذاك السميه اسم في القناه ديالك واحد حيت كان الموسيقى ديالي عندها امانه انا نقول خليتها نقول حيت القناه ديالي سميتها دنيا بيلا حيت هذه قناتي انا ديالي كنلوح فيها الاغاني ديالي كنلوح فيها فلوغات كندير البنات كندير فيها بعد ما طليبه تشطيح والغنا وداكشي تادي ودنيا بالله هو اسم الفني ديالي. سمعنا بانك خديتي بطاقه الفنان. خديت بطاقه الفنان الحمد لله. همتى خديتو تقريبا شي دوم دابا دوم شنو دابا ناويه ديري بها الا بغا نعلقها لا شنو غديري بها كيف كيديروا بها الناس بصافي يعني غتبدا دابا الخدمه ديال الفنانه يعني صافي غتبدا بها الخدمه قال لي لا نعلق على الطابله مع بعض باش طايح ولا شي حاجه مع الصوره ديالها ندير لها صوره كبيره ونحطها حتى الباك باش نبقى نجيب لا شنو الخدمه اين الخدمه ديجا عندي اغاني دابا جداد دابا غنوجد ليهم عندي عده اعمال كنوجد ليهم خديت دابا بطاقه فنان ديال الغناء ان شاء الله عاوتاني غناخذ بطاقه فنان ديال التمثيل قريب عاوتاني ناخذ بطاقه فنان ديال الاخراج ولا غادا تجمعهم كامل فين وصل العمل الفني ديالك الغناء ديالك دابا حاليا عندي اغنيه جديده ديال اجي نقول لك هي اغنيه شعبيه فيها الركزه وانا دابا بزاف الناس كيقولوا الدنيا حنا كنحماقوا على نجاة عتابو لي ما رد كلمة بحال ستيل ديالها دونك انا عاوتاني فريمون كيعجبني ستيل الفنانه ديالنا نجاة عتابو هذا من مرتاح ليا ليها وكتعطي ديما كتغني على المرأة فحتى انا كنغني على المرأة اغاني كما لاحظتوا الاغاني ديالي كاملين كنغني على المرأة بالنشاط باش توصل للناس هادشي انا تنني المانجر ديالي اللي كيتكلف لي بالاعمال ديالي بالغناء والالحان وكنعاوتاني ست خضر كيتكلف لي بالكلمات وتجي الغني عن تعريف شكر غولا كنطلقوا للمرأة يعني بحال دابا المراه ملي كتخاصم مع راجلها كيفاش خصها دير المراه كيفاش تتعامل مع راجلها بطريقه كوميديه وبالضحك وفهمتي بالشعبي وبالحيحه عادي اغاني في المستوى ديالها قدرات تعطينا شي قطع اغنيه جديده نو لا تخليها حصريه نو 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 دارت بيا الله الاولى والله ما دار بيا ياك ديجا درت ما في خبارش انا اغنيتي ديال انا راي وانا شتوها ياك داوها قال لك ديالي
واخا سمعنا شي حاجه من عندك، شي اغنيه، شي حاجه قريبه لكملت تقولي لنا جات عتابه. جات الاغنيه ديالي انا. نعم. يا عطيني 10 مليون واش دخلكم انتوما، كاتبها سير عدول شهاده باينه محسومه، انا وحبيبي متفاهمين انتوما جاتكم عجوبه، كونوا بحالي واعيين انا ماشي مغلوبه، وداني وديتو يا فاش بقيتو انتوما. تبارك الله عليك. الله يحفظك. راه المشاهدين الكرام اللي جيتو تشوفوا ان كنتو تسمعوا من الهواتف ديالكم ومن الشاشه، راه الصوت ما تسمعش بحال اللي تسمعوا حنا قدامنا، لان الصوت تبارك الله. الله يحفظك. نجات عتابو محطوط. ليه مالا ان شاء الله نكون فنانه بحالها وفنانه كبيره بحالها، هذا الشرف ليا. والصراحه والله الا يعني الحلم ديالي انني نتلاقى معها، والله حيت فريمون كتعجبني، داك كتعجبني كانسانه اول حاجه، وكما قالت واحد الكلمه قالت بعد، قالت الصراحه هذه اللي كتخلق ليها مشاكل مع الناس، داك الشيء دابا انا صريحه وكنلقى كيخلق لي مشاكل مع الناس بالصراحه، ما كنعرفش نكذب، انا كما كتشوفني دوني ما تعرفش نكذب هكا كما يعني. الحمد لله يعني الناس اللي داروا غيش الى غير تشهروا كيتبدلوا، انا تشهرت وما تبدلت وجاتني بطاقة فنان وما تبدلت، وخا ندير الدار ما تبدلتش، ندير الشيفر وما تبدلتش، انا غنكون كان غني فوق الخشابه ويوقع شي مشكل حيد المكر ولي المعطي وتبقاي تكدوني به. وولات انا كتكون عندك واحد الشخصيه، دابا انا شخصيتي غالبه عليا بزاف، صافي عندي غضب واحد الريتم في حياتي راه هو يعني كنعيا نحاول نكون كيوت، كيجي واحد الانسان حيدا كيوت كنولي المعطي. دابا انت دنيا ولا المعطي؟ بجوج بجوج هاد الساعة. لا دنيا فيلا والمعطي، لا جبتيني غنولي المعطي، عطيتي معايا زمان غنولي دنيا فيلا. ودابا حنا تتذاكروا دابا لا ما تخافش دنيا، بلاتي نخليو دابا نمشيو عند احساس. دابا احساس دابا كما تشوف كاين واحد خرجوا بحال دابا دوك البنات ديال وجده كانوا قالوا بانهم باغيين يتزوجوا واحد. دابا نتايا دابا نتيا واش تقدري يتزوج عليك؟ خليه علاش كتشوف فيه؟ تخليه يتزوج بجوج حتى ثلاثة. أنا؟ يتزوج؟ عادي. شنو نتايا تقدر تكمل لي؟ ولكن يعطيني براتي يمشي يتزوج حتى 10 الدنيا. كاع هذا حب ولا شنو؟ لا يعطي ماشي الحب، هذا حب ولا شنو؟ انا نقول لك واحد القضيه، اسمع بغيت نوصل لكم واحد الفكره، راه ماشي حيت انا شخصيتي قويه، لا راه هذه الكرامه ديال المراه، كرامه ديال المراه، الا مشات الشخصيه مشات المراه، ومشات الشخصيه ومشات الكرامه راه ما كتبقى حتى حاجه، حنا عايشين بالكرامه وعايشين بالتعاود الوالدين ورضاه الله سبحانه وتعالى، يجيكنيش انا راه كنقولها له، انا ماشي كنقولها له ديما كنقول له شوف راه ماشي حيت انت ما تقدرش تعيش بلا بيا ولا انا ما نعيش بلا بك، راه اللي خلقني انا كتفهمنيش كنقول ايه، راه اللي خلقني انا خلق مني بزاف، واللي خلقك انت خلق منه بزاف، يعني هكا ماشي حيت انا نخليه يتزوج عليا ما بقيتش عاجبك ولد الناس، قول لي اخ ابنت الناس انا ما بقيت ماشي عليك انت، فهمت هذا على الناس. دابا هو كتبوك هضر عليه حتى تبدل. لا لا ما بحال دابا واحد الانسان تنشوف واحد الانسانه اختي انا ما بقيتش نفهم معاك، بكل روح رياضيه واخا ولد الناس ما بقيتش نفهم معايا، تلاقينا خوت نتفرقوا خوت، ما نوضوش ندابزو ولا تزوج عليا ولا سالات الهضره، بغيتينا ولد الناس نموت معاه، ما بغيتينيش فالله يسهل عليك، هذه انا التفكير ديالي انا، ما عندي علاش غنبكي عليه ولا نضرب لا لا علاش يتزوج عليا، كما صافي هو بغى يعني كنقولوا حنا صافي ما بقاش بغاني يمشي بكرامتي، انا ولد الناس براتي هنا والله يسهل عليا، وانا عاوتاني كذلك ما بقاش انت معاك ولد الناس عطيني براتي فهمتي، ولكن هادشي اللي بغيت نوصل للناس، ماشي صافي بغى يتزوج لا، تكون عندك كرامه تكون عندك شخصيه، غير ما بغيتيش راسك وما عطيتيش الشخصيه لراسك وما عطيتيش قيمه لراسك، لا اقسم بالله وكنحلف ونعاود راه ما كاينش اللي غيعطيها لك، يكون واقعي
استاذ الدنيا دنيا درويشه. اي درويشه، حنا عايشين حياتنا اصلا ما تنفكروش في هاد المواضيع اصلا. لا ماشي هي درويشه معاه. لا مزيانة الحمد لله. واش تخليك تخصص شي حاجة؟ لا لا والله إلا بيت حتى أنا ها واقفة معاك. لا والله إلا في أي حاجة وقت ما باضيتنا الحمد لله. شنو تقول لك الناس في الزنقة على رقبتك خصوصا حيدوا العيال الرجال؟ تقول لي تبارك الله المرارة درويشة. نقول لك علاش دابا أنا كتلقى الدراري كاملين اللي تلاقينا في الزنقة تبارك الله بعقله كيقول له شتي دنيا والله حتى بنت الناس، علاش اللي ما كيسبونيش في الزنقة؟ الدراري تبارك الله بعقلهم بحال هكا جون تبارك. علاش؟ حيت كيشوفوني انني رغم المشاكل والصعاب والظروف ما تخليتش عليا، ما مشيتش فحالي كيما كيديروا البنات الاخرين. لا جلست معاك تو كنا خبزه خبزه، الا بحال بلا فطرنا في الصباح سير حتى العشاء وباخر. وما قلتلوش اول الناس لا حيت انت ما لقيتيش خدمه ولا ما خدامش صافي مشي. لا في كورونا دوزنا الازمه في كورونا، كاين اللي تقلق وانت عارف كاين اللي تقلق. انا لا انا وياك شدينا بعضياتنا ودوزنا الضحك والنصح الحمد لله وفات كل شيء الحمد لله. والدليل على ذلك انه كورونا والحجر الصحي، اقسم بالله كنا كنخرجوا كنخرجوا احنا بنا في كورونا وكنتصوروا مع الناس وما تأذيناش الكورونا الحمد لله العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ديال الاولى ثاني حاجه كورونا والازمه والناس سخطه والناس كرهوا، انا وهي ضاحكين الناس فرحانين. هذا احساس دريوش. لا شوف احساس دريوش ماشي قبل قلتي لي في كامل شي حاجه. لا شوف قلت لك تزاوبي لي في اللايف. انا غنقول لك قلت لك احساس قلتي لي بحال هكا احساس دريوش احساس صافي الله والدينا دراي. هو في واحد الحاجه انك يسبق الاحداث وانك في واحد اللحظه اللي واش يسبق الاحداث ولا تتخاف اللي يقول شي حاجه ما هيش؟ لا لا ماشي كيقول هو دابا ظريف ونية ولكن كيضرب على شي حوايج اللي بالنسبه لي انا لا علاقه، هو كيضرب عليهم يعني كيضرب على شي حوايج وهوات. انا كنقول له تحاول تفهم الغوايه، ولكن في واحد الحاجه اللي انا كنقول ملي وليت مريضه بالاعصاب اين فوا تيشوفني حيت نضاضر كيمشي بدو ساعات راه تعرفني ناوي على خديت. علاش انا دابا مبقيتش كنحمل بنادم يزن فوق راسي وما بقيتش كنحمل بنادم ولا لا 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 بزاف. ملي مرضت بالاعصاب مبقيتش كنحمل هذا الشيء، كنقول له صافي سير بدل ساعات اخرى مشي بدل ساعات اخرى. دابا كنولي المعطي هو في فاش كي دابا حاليا تعجبك في هذه القضيه؟ لا لا يعني انا هذه القضيه هذه وصلت بها ايرجونس للسبيطار. ها هو يقول لك وصلت بها ايرجونس، الطبيب قال له دنيا في واحد الحاله اللي غتزيد شويه التو العقل اللي عندنا هنايا عندنا هنا بحال كان قريب غير يتلوى فهمتي. بس كنحس بالاعصاب حيت انا كنعترف انا عندي الاعصاب. علاش جات الاعصاب؟ الظروف انا هزيت حمل عندي هزيت حمل كثير وهزيت هم كبير يعني كنت هزه واحد الهم ديالو والهم ديالو. دابا ديك التدرويش ديال الاحساس والنيه الاحساس اللي انا كتخليني كنتعصب كنقول ما تبقاش نيه مع بنادم ما تبقاش. دابا داكشي فيه الدم ولكن لا شويه هكا وشويه هكا وماشي انت كديرها قد راسك وكيبحال فيها الان. علاش قبيله في الكواليس قلتي لينا ما بغيتش نشرب الضوء؟ بغيت نشرب الدواء نقول لك علاش. خصني دابا بزاف الناس قالوا لي اختي دنيا ما تبقاش تشربي الدواء فعلا، وليت خصني نعالج راسي براسي خصني الراحه حبيا مع راسي. بغيت نعم بغيت نشرب الدواء هذا كنقول له انا شوف واقفه معاك مساندك عاوني انت بحاجه وحده سكات حيد منك داك النقير كبر في عقلك حيد منك داك النقير ما تبقاش الدار وانت شايفني انا ما شارباش الدواء. انت باغي تضارب معايا ولا باش شي واحد ما شربش دواء غضارب معاه؟ ولا رحم ولا ما حيت في المرضى على كتشوف لي انا جالسه مرتاحه صافي قلت لك احساس بدل ساعه اخرى سير بدل ساعه اخرى خليني نتهدى. دابا انا حتى حنا في اللايف عندنا تيقول لك راه فينا هو احساس كاع ما سمعنا كاع زوزو وما عاد لي الناس اللي جاو انت الناس اللي جاو وصحاب له ما هضرش كاع. لا هضر قبيله وي لا دابا هي شوف هي ولات عصبيه فهمتي. دابا هي تقول شي هضره انا ما تنحملهاش تنوض نتهدى انا وياها فهمتي هادشي علاش انا تنقدر انت تبغي تعاونها ما تبغيش تشرب الدواء
تسكت تعاون معاه. ولكن دابا واحد الانسان مريض واش غدي عليه؟ ها شوف ما كيحمق ولا ماشي يا محمد، دابا هي مريضه. ولكن واحد الانسان مريض بالاعصاب قال لك مريض عنده الاعصاب خايبه. انا عندي واحد كان مغوت راه اقسم بالله كنولي في واحد كانت فكره وحق ربي دابا راه الدموع في عينيا. انا فاش كنشوف راسي داكشي اللي درت راه كنقول واش انا وصلت لهذه الحاله. انا اللي قلت لك كيفاش كنولي علاه دابا خرجتي وبغيتي تغيري من اللوك وهذا باش ماشي غيرت من اللوك، هذيك راه حياتي كما كنعيشها قبل ما نخبي. انا حيت الناس كاين اللي سحب لهم يلا بغيتي تولي هكذا. لا هذيك حياتي هكا كنعيش مع راجل. غير الناس قال لك كيقول لك اه شوف كيفاش كتعامل مع راجلها ما كتعطيه لا حب لا رومانسي. كنقول لهم ارخص بغيتي نبيع لكم داك الشيء. واحد كي هما كيقولوها اه شوف كيفاش كتلبس ديما مغربره بديك الكاتمه. راه عندي داك الكاتمه كنلبس غير باش كنصور، ولكن دابا حياتهم ولات كنخرج لكم كيف ما انا كنلبس سوا في الكاميرا سوا خارج الكاميرا. ولا انت كنتي تلبسي شحال هذا البيلي بيلي؟ لا وبدك هذا عاوتاني انا بدلتو بدلت اللوك جا والله انا بيريك انا هاد هاد بيريك ضل العقده بزاف ديال الناس. واش انا اول وحده غندير بيريك عباد الله؟ اويلي علاش واش ما واثقاش من الشعر ديالك؟ اويلي ماشي ما واثقاش انت اللي تيديروا لك بحال دابا. يا ربي تسمح لنا زافري كام تيكون شدا. انا عجبني انا عجبني انا عجبني 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 الحمد لله. انا بغيت نبدل اللوك ديال شعري. علاش؟ حيت دابا انا صبغت في زعر ياك وعندي انا شعري قصير بدا كيبدا انا شهيت الشعر يكون عندي طويل. بغيت ندير بيريك. واحد الانسان جبت لك واحد قالت لك هذا جبتو لك كادو واش ما غديريش؟ هي عارفاني عزيز عليا هذا غادي وبامكاني غادي ندير بزاف ديال بيريك الا شي ان شاء الله سهل عليا الله غندير بيريك كاري غندير بيريك في الغوط غندير. وانتوما مالكم؟ انا حره في حياتي ندير حتى ندير حتى جلافه ولا كاس. انتوما مال واش قاتلي القرع كاع انتوما شغلكم؟ بغيت وانا ما كيما درنا مع وشوفوا ما عجبكمش الحال ما كانت تعصب هضرتي هكا ما عجبكمش الحال بحال راسكم مع الحيط. انا كنقول لكم فريتي انا غندير اللي بغيت وغنلبس اللي بغيت ونقول اللي بغيت. الحمد لله عندي الناس كيبغيوني عندي الناس واقفين معايا عندي الناس كيحماقوا عليا عندي الناس اللي مساكن مسانديني ماديا ومعنويا الله يخليهم ليا. وفوق هادشي كامل عندي الله سبحانه وتعالى. سالينا ندير اللي بغيت نلبس اللي بغيت حياتي هادو كل واحد حر افراسه. نتوما انا كنحاول نبين لكم الدنيا الحقيقيه كيف دايره ماشي اللي كتبان لكم اللي كانت كتبان لكم ديك اللي انا ما كنتش كنبغي بصراحه حيت كنت كنخاف من العين. ولكن دابا الحمد لله كندير الرقيه كنطق القران كندير الشبه والحرمل كندير العرعر مهريه في راسي عادي. وخلوني لكم كل شيء قبل ما كنحط التلفزيون كنقول كنقرا القران وكنقول تبارك الله وصل على النبي عليا وخمسه وخمامس عليا شيك حيت انا زوينه وبوغوسا وتيتيزا وكيوت يا راموت يا مسلمه. رسالتك ل ل ل لي فان ديالك واللي الهيترز ديال ما اوكي فهمتك الهيترز زعما قلتها بلونجلي. لي فان ديالي كنقول لكم كنحماق عليكم وكنموت عليكم يا الغزالات يا الفلات يا البوغوسات يا التيتيزات اللي واقفين معايا اللي كتساندوني اللي كتحماقوا علي. انا كنقول لكم كنموت عليكم يا ربي يا ربي لما يزيدوا يكثروا 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 من لي فان ديالي. اما بنادم اللي كينتقد فالله يجعل يقول حتى غدا العيد انا راه ما مسوقاش ليكم كنعيش حياتي كيف بغيت وكندير اللي بغيت. وهذوك اللي كينتقدوني غير مسمومات والمحسادات والمغيارات والله ما مسوقه لكم. وانا عايشه حياتي مع راجلي وراجلي كيما كتقول ما كتعرفش شتي راجلي كيبغيني راجلي كيموت عليا راجلي كيحماق عليا غير موت بسمكم. وعارفه دابا كيكومونطي وسبان معايا ما ورا في التليفون عبد الله راني عارفه أغنية ليهم واموت وهي موت يا اللي توفي واموت وهي موت يا اللي توفي رميتوني في العواخي وربي فاجاها عليا واموت وهي موت يا اللي توفي وانا عندي احساس ويلي كيموت عليا هكا ديما واموت
تولي ولده. تبارك الله عليكم، شكرا لكم الكوب الاحساس ودنيا على هذا اللقاء الشيق. مرحبا بكم ليلى، مرحبا بكم. وكان لقاء عارف علاش اللي كيقولوا فيكم الطير ما كاين والو تيبان والو والله. يلا شكرا جزيلا، احنا سعيدين بهذه الاستضافه. وما تقولوش لا فيكم اخوتي، بعدا نبرك بطاقه فنان وقولوا لي بعدا مازال كاين جديد بزاف ديال الجديد عندنا. ما تنساوش تدخلوا لقناه الدنيا بلا، ما كاين غير الشطيح والرضيح والغنى، وقناه الدنيا عند احساس. ما كاين الافلام قصيره وشي لعيبات ناضين ناضين، دابا صافي نبداو نغيروا في حياتنا ونبداو حاجه جديده للناس، باش حتى هما ما يملوش من داكشي اللي تنديروا، نديروا شي حاجه جديده ان شاء الله. بقى حتى فلوغ فلوغ هو غادي خارج هو غادي داخل، اللهم انت غادي تشوفوا احساس الشطيح كيشتف. وكان غير الشتف كيشتف على مرض احساس، وتشوفوا احساس بالشرط والتقاش. لا هذاك ما نطلع انا تولي روتيني اليوم. كيش قاعده بعد واحد الشطيح انا ما غيش تكون فروتيني اليوم ربك. كنقول بعدا ما شي كامل يكون غطلعتي بعدا غير ما نطلع تكون واحد قالتها له واحد السيدي قالت له وجه الله اصلا طلع المرض الشطيح واش تبع عليهم. اما شوفوا والله الا خوتي انا دابا سي ابر سي تنديرو تخدم بعد ابليكاسيون، والله الا تنعس حتى 6 ديال الصباح راه ابارسي انا راه نعس على عاد الخدمه، تيكونوا الناس في هذاك الشيء ديال لابليكاسيو. انا راه انا دابا الحمد لله بعد اللي ولات خدام في هذا الشيء ديال لابليكاسيو هات والسي، والله الا تنبدا مع تقريبا مع ديك 8 ما تنسالي 4 6 ديال الصباح، هذا تنتكى بالليل، هذا تنبدا هو السي ديال النشاط. وبالنسبه للجديد ديالي كاينه اغنيه اجي نقول لك ياك غادي تخرج باقي لها فيديو كليب. وبالنسبه في قناه الدنيا بلا غتشوفوا شي حوايج اللي من الخايب. احنا دابا غنصوروا الفيلم كاين نقول لكم مناسبه اللي كاين ودخلوا تكحلوا عويناتكم يا خوت النفقه اللي كيحماقوا عليها من المسمومات، دخلوا بعي دخلوا باش تكحلوا عويناتكم. كاين بمناسبه بطاقه فنان لاول مره حصريا غتشوفوا بطاقه فنان، غنوريها لكم هيدا تكحلوا بها عويناتكم. وغندير حفله دايزها الكلام موراها كاين عيد الحب شي حاجه عاوتاني الحمر والحمر يا العمر وكاين الحب والغرام انا وحسوس موراها كاين لانيفيرسير ديال احساس موراها كاين عيد زواجنا. ايوا يا الخوت في عيد زواجنا غيكون داكشي عاوتاني ناضي. اما المفاجاه الكبرى عيد ميلاد اللي غادي يكون عيد ميلاد ولا في الخيال، غناخذ الحلوه من اغلى باتيسري كاينه، والحلوه غادي تكون يا سلام، والديكور شي حاجه جايه من هنا ماشي من المغرب. ايوا دخلوا الدنيا بيلا باش تشوفوا ما كاين غير الشطيح. وعندكم تنساو ديروا جيم وكومونتيرات وكونوا ظريفين، وتا انا كنحماق عليكم واخا اللي ما كيبغينيش كنقول له تا انا كنبغيك وانا دابا وليت ظريفه شتو. يلا شكرا جزيلا. المهم تنبغي نقول المغاربه كاملين تنبغيوكم بزاف 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 بزاف، تنموتوا عليكم. ولي دابا انا ودنيا غنديروا النشاط دنيا بلا، وافلام غادي نبداو نديرهم في ماشي النشاط الحيحه الشعبيه، وفي دنيا احساس غادي نديروا افلام. دابا والله دابا اي فوا غادي نسالي دابا هذا غادي نبدا واحد الفيلم دابا جديد. فكرتيني الفيديو اللي كنت درت انا لابسين الشورت. هذاك الفيديو تصور انا تسارة في انستغرام كامل، في الفيسبوك كامل، في القنوات كاملين، وكل شيء تيهضر عليه. واما واحد الفيديو كنت درته انا ما فهمتش، واحد الفيديو حتى هو كان راج بشعري طويل ولابس داك الشيء ديال عادي، ولكن صراحه الناس والله الا بكل صراحه والله الناس صراحه يعني راه معاونين معايا الله يخليهم لي، واخا حتى دوك اللي ما كيحملونيش كنقول لهم انا كنبغيكم وكنحماق عليكم وكنموت عليكم. ما تنساو دخلوا الدنيا بلا، دخلوا الدنيا الاحسن كنا البلباله يا الخوت كنحماق عليكم، وديما كانت معكم دنيا بلا، وكان غير نشاط هو شهر. شكرا.